السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم متتبعي قناتي كل ما يخصك مع أم جنات. اليوم إن شاء الله الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم طريقة ديال الخياطة، وهذا النهار نوري لكم كيفاش كنخدم في السرجي الصغيرة. السوجي الصغيرة كتركبي فيها الخيوط ديالها، مهم كما العادة. تال شي نهار ان شاء الله نوريكم كيفاش كنركبو فيها الخيط. اليوم غنخيط فيها واحد الملحفة اللي عندها في الجناب ديالو سميتو، غنحيدو ليها داك الجناب ونديرو ليهم السوجي. غنبداي ان شاء الله معاكم. السوجي كيكون فيها واحد الموس صغير، كيقطع تاع الطرف اللي ما بغيتيش كما شفتو. والخدمة ديال السوجي كتكون زوينة ونقية. السوجي كتبغي غير تقدي ليها سميتو، تقدي ليها الحساب ديالها. والخيط هو خص يكون مقاد مزيان، يكون في التقابي ديالو. المهم شنهار ان شاء الله نوري لكم كيفاش كنركب الخيط في السوجي، ودائما تبعوا اليمين ديالكم باش ما يدخلش لكم الموس ديال السوجي للثوب.